هل العمل ينجح بالنجم فقط؟ هذا السؤال يمكن لما طرحناه على مدار 20 سنة هنلاقي ان المسلسل اللي بينجح هو المسلسل صاحب العمل الجماعي. وعشان كده سألنا الناقد أحمد سعد عن أبرز نجوم الصف الثاني في الأعمال التلفزيونية واللي كان ظهورهم لافت في الموسم الرمضاني الحالي ولهم تأثير إيجابي في مجريات الأحداث. على سبيل المثال عندي الفنان فتحي عبد الوهاب. فتحي له تاريخ طويل يمتد لحوالي 20 سنة. السنة دي هو مشارك الفنان ياسر جلال، العمل بطولة مطلقة لياسر جلال، لكن مين التقل الموجود اللي شايل السيناريو وشايل الأحداث على كتافه؟ هو فتحي عبد الوهاب. مش عارف اعمل فيك ايه، اقتلك مثلا واخلص البشرية من السماجة اللي انت فيها، ولا خليك تموت نفسك هنا قدامي. يا دكتور كريم، هو اللي هو فينا بكريم ممسوح ما يردش. محمد ممدوح ممثل موهوب جدا جدا، وشفناه خلال الفتره اللي فاتت عمل اعمال مميزه بشكل كبير. لما اجي اشوف ان هو مع احمد السقا في ولد الغلابه، هو لايق جدا في دور الصعيدي بالجلابيه اللي هو لابسها، بطريقه الكلام اللي هو ماشي فيها. لكن ممدوح في قابيل القماشة عنده اعلى، او المساحة عنده اعرض بكتير، فهلاقي انفعالاته قريبة مني انا كشخص قاعد بتفرج عليها. لو كان اخوك صبر اتجوز كان زمان ابنك مراتي، كان زمان عند العيال، كان زمان قمر عايشة وزي اختي. لو كنت انا هتجوز ولا انت كنت اتجوزت عامر. عامر؟ عامر طلقني بسبب اللي فرشتهوله. انجي المقدم طول عمرنا بنشوفها الفتاة الجميلة الحالمة اللي ممكن تطلع رومانسية، لكن أول مرة تقدم دور صعيدي. هلاقي إن أداء انجي المقدم عبارة عن أداء تصاعدي، حتى في المواجهة بينها وبين أخوها عيسى أعتقد إن هي كانت الضلع الأكبر اللي ماسكة أطراف الحديث. كنت وافقت زمان إني أتجوز، كنا كلنا كلنا من الحرام وخلصنا. أنا كنت عايزة أشكرك على اللي عملتي معايا. أنا عارفة إنك قدمت نور وأكيد متضايقة مني زيها. إيهام ممثلة كويسة، بس هي قامت بدور مهم في خط فاصل ما بين الأخت الشقية شوية اللي بتعيش حياتها وما بين العاهرة، ويمكن في هذا المسلسل هي متفوقة على الجميع. برغم ان هي اختفت كجسد في المسلسل في الحلقات، الا انها موجودة معانا في كل المشاهد. انت بتسأل عليها فين ريهام عبد الغفور. بما اننا رضينا عنك وجبناك لحد هنا، لازم تعرف ان المكان ده ليه قواعد. بيتك ضربت مين؟ الواد سالم ود عبد الرحمن. ليه يا وش الغبرة؟ هو جر شكلي. اسكت. نجم الشاب كريم عفيفي قدم دور السنة دي بعيد تماما عن الأدوار اللي احنا عرفناه بيها في الفترة اللي فاتت. فكريم عفيفي قدم السنة دي شهادة ميلاد جديدة، بعيد تماما عن البوتقة اللي هو خرج منها اللي هي كوميديا مسرح مصر. ده قلبي بيتنزع كل ليلة من قهرتي عليه وبشوفها في منامي وهي بتشتكيني لربنا. السحر البان طعمه الوان 100%. محمد عبد الرحمن تحديدا اقدر اقول ان انت خلال فتره مثلا تتعدى 3 سنين عمل علاقه مهمه جدا بينه وبين الجمهور وقدم نفسه ككوميديان. فمن هنا لما يتكلم قصاد احمد فهمي هتضحك انت على محمد عبد الرحمن وهتتعامل مع احمد فهمي كانسان عادي. فمن هنا اتقدم لنا كوميديان بشكل افضل بكتير من عمليه الارتجال اللي كانوا بيعتمدوا عليها قبل كده. بكفايه طفح بقى. شاب بتعمل ايه يابا؟ معاه حق يابا، ده انت اكبر مني يا حاج لا مؤاخذه. حنان مطاوع ممثله ممتازه، ليها خبره تتعدى دلوقتي فتره ال20 سنة. فابتدينا ان احنا ساعه ما نشوف مسلسل ما تبصش على مين البطل، تبص على دور حنان مطاوع وده الاهم. اما موضوع ان هي تاخد بطوله مطلقه او ما تاخدش، دي عمليه انتاجيه تجاريه بحته بيبيعوا بيها في القنوات الفضائيه.
احنا ما بنشتريش تمن جدعنة رجالتنا، احنا هنصرف على ولاده في كل حاجة يحتاجوها تمن. كمان كان لأحمد سعد رأي خاص في أسماء أبو اليزيد واللي شافها أحد نجوم هذا الموسم. أسماء أبو اليزيد قدرت إن هي تمسك الشخصية، إمتى تزعق وإمتى تتوقف وإمتى تبص بعينيها أو تدي رياكشن بالوش. أعتقد إن خلال السنتين ثلاثة الجايين أسماء أبو اليزيد هتعيد مرة أخرى مشوار معالي زايد. وردة دي غازات موالد توديك البحر وترجعك عطشان. ومع اقتراب انتهاء العمالة الرمضانية كان لازم نسأله عن اختياره الأفضل نجوم ونجمات الموسم ده. السنة دي الرابح الأكبر أعتقد فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح.